الجزر يطلع سوريا. احنا حاليا هسه بشارع المستشفى، شغلنا تنظيف صبغ ارصفه الجزره، رمنا نخليلها كمل الجزره التنظيف كامل. اكيد تعاون مع بلديه الموصل والشغل جاهز ان شاء الله. وعندنا اتصالكم تقريبا بالعمل وصبغ، صار لنا اسبوعين 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 في شارع المستشفى؟ لا، بدوره اليرموك وبالزنجيلي وهنا بشارع المستشفى. الان استصالكم تقريبا تشتغلون انتم؟ هسه احنا البارحة بدينا بهذا الشارع المستشفى. يعني ممكن انه راح تكملون بالكامل ان شاء الله؟ احنا حاليا هنا جروبين بهذا الشارع، جروب على هاي الصفحة وجروب على هاي الصفحة، ان شاء الله اليوم نختم من هنا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله العمل مالكم يعني تنظيف الجزرة، والجزرة اذا يراد لها رمل نخلي لها رمل الجزرة وفرش كامل وترتيب ان شاء الله. نعم. رسالة انه توصلها انه بعد مدة انه يشاهد الجانب الايمن كله ان شاء الله؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. احنا حاليا عندنا بهذا 45 يوم 45 قطاع الربيع بالكامل ان شاء الله، الارصفة والجزرات هاي كلها تسويها ان شاء الله بهاي 45. نعم، بس جانب الايمن.